مرحبا، وياكم المدرب احمد رحمان الشياع من العراق، مدرب تايكوندو، تايكوندو سكوب تايم. في البدايه مثل ما عودناكم على كل الحلقات السابقه، اريد ارائكم ورايكم بالتعليقات، وين ما تشوفون الفيديو علقوا عليه وحطوا رايكم، حتى انتم تعبرون عن رايكم واحنا نجاوبكم على كل الاراء. فقره اليوم هي اسلحه القدم الطبيعيه في جسم الانسان. اسلحه القدم الطبيعيه في جسم الانسان راح اجي اسلسلها وحده وحده، بعدين اجي اشرح المكان والمنطقه اللي هو ذي سلاح القدم في جسم الانسان. واحد، كلوه القدم. اثنين، مشط القدم الخارجي. ثلاثه، مشط القدم الداخلي. اربعه، كعب القدم. خمسه، قصبه القدم. سته، ضنبوط القدم الخارجي. سبعه، ضنبوط القدم الداخلي. ثمانيه، وجه القدم الامامي، بال باداك. تسعه، باطن القدم كامله. عشره، بطه القدم. 11، صدق القدم الداخلي. 12، صدق القدم الخارجي. 13، اصابع القدم اللي هي سينيغرا سايكن. 14، الركبه للقدم. اوكي، 14 سلاح بارز وليس مخفي في جسم الانسان. هاي اسلحه القدم فقط وليس اليد. اوكي، التاري، يعني باللي بالتايكوندو القدم يقولوا لها تاري، الايد جموك. هسه انا راح اشرح التاري القدم. هنا الكاميرا راح تجي توضح على المكان اللي هو انا راح ابدي اشرحه. واحد، كلوه القدم. كلوه القدم تكون هي هاي المنطقه، كلوه القدم بالركل. اوكي، اثنين، مشط القدم الخارجي. مشط القدم الخارجي، هذا هو مشط القدم الخارجي. اسلحه في الفنون والعلوم القتاليه. ثلاثه، مشط القدم الداخلي، هذا هو مشط القدم الداخلي. اوكي، اربعه، كعب القدم. كعب القدم اللي هو هذا كعب القدم، تي كم او دويك كم جي يسموه بالتايكوندو كعب القدم، هاي منطقه كعب القدم. اوكي، خمسة، قصبة القدم، هذه قصبة القدم، هذا سلاح يسموه قصبة القدم. اوكي، ستة، ضنبوط القدم الخارجي. ضنبوط القدم الخارجي، هذا هو ضنبوط القدم الخارجي اللي هي منطقة الرسخ. سبعة، ضنبوط القدم الداخلي، هذا هو ضنبوط القدم الداخلي. ثمانية، وجه القدم الأمامي، بالداك، بالباداك، بالدونك، هذا هو هاي المنطقة اللي هي مخصصة للركل. طبعا هي كلها أسلحة، كلها أسلحة. تسعة، باطن القدم كاملة، باطن القدم كاملة، هذه باطن القدم كاملة، هاي كلها من الأصابع لحد كعب القدم اللي هو هذا باطن القدم كاملة. عشرة، بطة القدم، هذه هي بطة القدم. هسه يجي واحد قد يسأل يقول هاي شلون يصير سلاح؟ هاي برياضة الجودو، برياضة الجوجستو، بالساموراي، بأي رياضة فنون قتالية بها طرحيات، يعني حركات طرح أرضي، تستخدم هذه بطة القدم. أوكي، 11، صدق القدم الداخلي، هذا هو صدق القدم الداخلي، هذا يسموه صدق هذا العظم في هاي المنطقة يسموه صدق القدم الداخلي. وصدق 12، صدق القدم الخارجي، هذا هو صدق القدم الخارجي اللي هو هذا عظم. اوكي، 13، اصابع القدم، سينيغرا سايكن تشيغي، هذا سلاح حساس جدا، حساس في الفنون القتاليه وخصوصا النينجا ستور. بالنينجا يعني انتوا اذا سامعين ما سامعين، شايفين ما شايفين، هاي المنطقه يكسرون بيها حجر صلب، يكسرون بيها خشب، عديد يعوجوا على هاي الاصابع بالنينجا. 14، واخر سلاح اللي هو الركبه للقدم، موروب، بالتايكوندو يسموها موروب. اوكي، انتهت فقره اليوم اللي هو شرح اسلحه القدم. ومثل ما عودناكم نرجع نذكر، انتظر تعليقاتكم وارائكم على الفيديو وين ما تشوفونه. مع تحياتي للجميع، جزيل الشكر.